السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، أبنائي بناتي، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. خلاص كبرنا وبقينا دلوقتي في جريد فور، وان شاء الله في جريد فور هنشوف مواد جديدة، مواد جميلة جدا 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 وشيقة جدا جدا جدا، وهنستفاد منها ان شاء الله في حياتنا بإذن الله تعالى. المادة إن شاء الله اللي معانا النهاردة هي مادة اسمها Information and Communication Technology. يعني إيه؟ يعني المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. Information يعني المعلومات اللي هي إيه بنتداولها، أي حاجة في حياتنا اسمها معلومة. اسمي ده معلومة، سني ده معلومة، أنا ساكن فين دي معلومة، دي كلها معلومات، تمام؟ شوفوا بقى كم الهائل من المعلومات الموجود ايه حوالينا، تمام؟ عشان كده بندرس أهمية المعلومات في حياتنا، تمام؟ الحاجة التانية هي ايه؟ Communication Technology. يعني ايه Communication Technology؟ يعني تكنولوجيا الايه؟ الاتصالات، أو ايه؟ ديت اللي بتخلينا نقدر نتواصل مع بعضنا البعض. نقدر نتواصل، بتدينا تولز او بتدينا ادوات نقدر نتواصل بيها مع بعض، زي مثلا التليفون الموجود مع بابا او ماما. تقدر طبعا ايه بابا او ماما يكلموا الناس قرايبهم مثلا في مكان بعيد، ده طبعا ما كانش موجود قبل كده، قبل ايه؟ قبل الكوميونيكيشن تكنولوجي، تمام؟ فعشان كده احنا ايه بندرس الكوميونيكيشن تكنولوجي وبندرس الانفورميشن علشان نعرف أهمية الحاجات دي في حياتنا إيه، تمام؟ طيب إيه الـ ICT دي؟ ترمز إلى إيه؟ ديت اختصار لكلمة Information and Communication Technology. يعني إيه اختصار؟ يعني بنقلل الكلمة، بدل ما كل شوية نقول Information and Communication Technology، لا بنقول ICT. ده من أول ما نقول الاسم ده خلاص عرفنا ان انا دلوقتي بتكلم على الـ Information and Communication Technology، تمام؟ طيب ايه الـ ICT ده بقى؟ الـ I دي بترمز الى ايه؟ Information، بترمز الى اول حرف في الـ Information، تمام؟ الـ C بترمز الى ايه؟ اول حرف في الـ Communication، والـ T بترمز الى ايه؟ اول حرف في ايه؟ Technology. Information and Communication Technology اسم المادة بتاعتنا، اختصارا او بيختصروها في ICT، تمام. يلا يا حلوين بقى نشوف ايه اللي هناخده في الايه الـ ICT. الترم بتاعنا بينقسم الى قسمين، تمام؟ سيم 1 وسيم 2. سيم 1 اللي هنتكلم عليها النهاردة او هنشرح اول درس فيها، تمام؟ بتتكلم على the role of ICT in our lives. يعني دور the role دور of ICT، تمام، in our lives في حياتنا، دور information and communication technology في حياتنا، تمام. دورها ايه في حياتنا؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل كده هي دورها كبير جدا، لان هي بترتب المعلومات ديت وتقدر تخلينا ايه نتداول المعلومات ديت ايه مع بعضنا البعض، وبتزود المعرفة بتاعتنا، بتزود الاتصال، ده بيزود قربنا ببعض. فدور المعلومات او تكنولوجيا الاتصالات في حياتنا ده اللي بنتكلم عنه سيم 1، تمام. طيب نيجي بقى نبص على ايه الليسون الايه الاول في سيم 1. ليسون 1 اكسبلورر ان اكشن، بتتكلم ايه؟ بيتكلم ليسون 1 عن كاركتر او شخصية مشهورة، تمام، استخدمت التكنولوجيا في حياتها، وهنشوف ايه استخدمت التكنولوجيا ازاي والتكنولوجيا افادتها في ايه، تمام. الشخصية اللي معانا ان شاء الله في درس النهاردة هو اركولوجيست، تمام، اسمه البرت لين. البرت لين هو ايه؟ از ايه اركولوجيست. اركولوجيست اللي هو ايه؟ عالم اثار، تمام. يبقى ألبرت لين از ان اركولوجيست، تمام. هو ايه الشخصية اللي معانا النهاردة اللي هو اسمه ايه؟ ألبرت لين هو ايه؟ عالم اثار. ألبرت لين از ان اركولوجيست، تمام. دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي عاوزين نعرفها عن ألبرت لين ايه؟
ألبرت إن هو بيعمل إيه؟ use different tools to إيه؟ to explore archaeological sites without digging. ماشي، يعني إيه بقى الكلام الكتير اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ ألبرت لين ده يا ولادي، تمام، هو عبارة عن archaeologist. archaeologist يعني إيه؟ يعني عالم آثار، تمام؟ بيستخدم tools أو أدوات مختلفة علشان يكتشف إيه المواقع الأثرية archaeological sites عشان نعرف ننطقها without digging، بدون إيه، بدون حفر، تمام. يبقى هو بيستخدم أدوات مختلفة علشان يكتشف المواقع الأثرية بدون إيه ما يضطر إلى الحفر. الديكينج ديت يعني إيه؟ يعني الحفر. ماشي، لما نتكلم على الحفر يبقى بنتكلم على ان انا دلوقتي هاخد وقت طويل جدا في ان انا احفر في اماكن مختلفة، لان انا مش عارف انا هحفر فين، تمام. فده هياخد مني وقت كتير جدا، غير الوقت هياخد مني كوست هياخد مني ايه، فلوس مني كتير، لان انا هحفر في مكان ماشي بواسطة عمال مثلا، هيحفروا هنا مرة وهيحفروا هنا مرة وهيحفروا هنا مرة، فيحفروا في كذا مكان عشان انا ما اعرفش المكان فين، تمام. فده هيكلفني كوست، وفي الاخر ممكن ما اوصلش لايه، لحاجه، تمام. تالت حاجه ان هو بيكلفني افورت. طبعا العمال دول بيبذلوا مجهود كبير علشان يحفروا، تمام. يبقى الديكنج ديت بيجي معاها تايم كتير جدا، كوست عالي جدا، تمام، افورت عالي جدا، تايم وقت، كوست تكلفة، افورت مجهود، تمام. طيب عشان كده بنقول التولز اللي هو بيستخدمها ألبرت لين ديت امبورتنت، مهمة. مهمة ليه؟ عشان هي بتحافظ لي سيف ماشي تايم والكوست والافورت، تمام. بتحافظ ذيس تولز سيف تايم وكوست وافورت، تمام. التولز اللي هي ايه؟ without digging، ماشي. يبقى قبل ما ننتقل على الحاجة التانية، ألبرت لين ده هو عبارة عن أركيولوجيست، ماشي. أركيولوجيست يوز ديفرنت تول، بيستخدم أدوات مختلفة تو اكسبلور أركيولوجيكال سايتس وزاوت إيه، وزاوت ديكين، بيستخدم تولز مختلفة علشان يكتشف المواقع الأثرية بدون حفر، تمام. والتولز دي مهمة ليه؟ عشان حافظ لي على التايم، سيف التايم، والكوست والإفورت. تايم اللي هو الوقت، الكوست اللي هو التكلفة، والإفورت اللي هو إيه؟ اللي هو المجهود، تمام يا ولاد. طبعا شفنا في الجزء اللي فات إن ألبرت لين ده بيستخدم أدوات مختلفة علشان يكتشف المواقع الأثرية، تمام. ايه هي بقى الادوات؟ الادوات دي تنقسم الى نوعين، ماشي. النوع الاولاني لما يكون الاركيولوجيست اللي هو العالم الاثار مش عارف المكان اللي هو هيعمل فيه الايه، اكسكيفيشن اللي هو يعمل فيه تنقيب عن الاثار، ماشي. لما يكونش عارف المكان ده فهو عاوز يعرف الاماكن، هيعرف الاماكن ازاي؟ عن طريق التولز اللي هي بنسميها ايه، above ground survey، اللي هي التولز اللي هي بتدي له صورة عن الايه، المكان اللي هو المفروض بيدور عليه او بيدور فيه على الاثار، تمام. فايه هي التولز؟ اول حاجة ممكن يستخدم ايه، يستخدم الساتلايتس. يستخدم الساتلايتس ازاي؟ الساتلايتس ديت مثلا ايه، اللي هي الاقمار الصناعية، تمام. ممكن بتدي له صورة عن المكان اللي هو موجود فيه. يعني انا مثلا موجود دلوقتي فين، في منطقة الاهرامات، تمام. فانا هل هدور في منطقة الاهرامات كلها عن الايه، الاثار الموجودة فيها؟ انا كده ايه، هاخد وقت طويل جدا جدا، لان منطقة الاثار منطقة كبيرة جدا. لكن ممكن بواسطة الاقمار الصناعية دي تديني صورة عن منطقة الاهرامات، تمام. المنطقة كلها بقى، مش منطقة الايه الاهرامات بس، لا، منطقة كلها كده، فتبين لي اللي حوالين الاهرامات، تمام. ديت ايه اول حاجه. يبقى الساتلايتس ممكن يستخدم الساتلايتس فور تيك ايمجز،
ممكن يجيب لك في السؤال images او ايه photographs، ماشي؟ دي اول حاجة. طيب انا جبت دلوقتي صورة كبيرة عن المكان اللي ايه، المكان اللي هو منطقة الاهرامات. طب انا عاوز دلوقتي ايه، شفت كذا مكان كده، فانا عاوز ايه اتأكد من الاماكن دي، والاماكن دي يعتبر ايه منطقة محدودة كده. انا بصغر المكان اهو، انا بعمل ايه تصغير للمكان، بدور في منطقة بقى محددة. المنطقة المحددة ديت ممكن استخدم حاجة اسمها ايه درونز. درونز برضو ايه هتاخد ايميجز اند ايه فوتوغرافز. ايه الدرونز دي بقى؟ درونز اللي هي بيبقى زي طيارة زي كده، فيها ايه، فيها كاميرا، تمام؟ بتروح في انا بوجهها بالجهاز ده عشان تصور لي المكان المحدود او المحدد اللي انا ايه عاوز اصور فيه، ماشي؟ دي كده يعتبر ايه تاني تول، ماشي؟ التول التالتة هي جلوبال بوزيشننج سيستم. جلوبال بوزيشننج سيستم او اختصارا زي ما اختصرنا على الاي سي تي، جي بي اس، تمام؟ الجي بي اس ده بيستخدم في ايه؟ في تحديد المواقع. يوز تو فايند الوكيشن فور ان اوبجكت. دلوقتي انا حددت بالدرونز ايه الاماكن او المكان المحدد اللي انا ايه مفروض هروح اعمل فيه ايه اكسكيفيشن، تمام؟ فاعمل ايه، ممكن استخدم بقى الجي بي اس ده عشان لو انا موجود في مكان مثلا زي كده يحدد لي ازاي اوصل لمكان الايه الاكسكيفيشن بتاعي، تمام؟ يبقى انا كده عندي التولز اللي بتستخدم في اباف جراوند سيرفي هي الساتلايت، تمام؟ الايه الدرونز او الايه والجي بي اس. الجي بي اس طبعا عشان يحدد لي الموقع اللي انا مفروض همشي من خلاله او الاماكن اللي همشي من خلالها، فبيستخدم الايه، يستخدم برضه الساتلايت، تمام؟ عشان لما يجي مثلا سؤال يقول لك ايه، طب الجي بي اس ده بيشتغل ازاي، او ايه التولز المساعده ليه علشان يقدر يشتغل، بنقول الايه الساتلايت، تمام؟ وبدول التلات انواع اللي بنستخدمهم في ايه اباف جراوند سيرفي. خلاص كده تمام، انا وصلت للمكان اللي انا ايه احفر فيه، تمام؟ في بقى ايه الاكسكافيشن هيحصل. قبل ما يحصل الاكسكافيشن اللي بيتم احدد بقى ايه الموجود تحت الارض، وديت الايه الحاجه التانية. الحاجه التانية اللي هي ايه tools used to search underground، الايه الادوات اللي بتعمل ايه بتساعدني على البحث underground، ماشي؟ او بمعنى اصح اكسبلور زي ايه زي ايرس، اكتشاف الارض، تمام؟ خلاص انا حددت المكان بتاعي. الاركولوجيست لما when the archaeologist finds the location، خلاص انا حددت المكان. دلوقتي ايه they can search underground، دلوقتي ممكن ايه يقدروا ان هم يبحثوا جوه ايه جوه او تحت ايه تحت الارض، تمام؟ ايه بقى ايه الحاجات اللي هيبحثوا فيها؟ انا دلوقتي تمام خلاص انا ايه عرفت المكان اللي انا هعمل فيه تنقيب، تمام؟ فانا عاوز ابحث تحت الارض، ايه بقى الموجود تحت الارض؟ فبستخدم حاجه اسمها جراوند بنتريتنج رادار. جراوند بنتريتنج رادار. طب جراوند بنتريتنج رادار ده بيستخدم في يوز تو ايه ديسكفر اوبجكتس بيرد ايه اندر جراوند، بيستخدم عشان اكتشاف الايه الاشياء الموجوده تحت الايه تحت الارض، وده بيكون شكله كده، ماشي؟ هو بيبقى زي ايه عربه كده، تمام؟ بيشوف الاوبجكت مثلا في ده حجر، ده مثلا ايه تمثال، ده كذا ده كذا، تمام؟ فهو ده اللي بيحدد لي الايه الاوبجكتس الموجوده تحت الايه تحت الارض، يبقى ده ايه جراوند بنتريتنج رادار، تمام؟ طيب ايه التول التاني بقى؟ حاجة اسمها ماجنيتو ميتر. ماجنيتو ميتر ده بيستخدم في ايه بقى؟ من اسمه كده بيستخدم عشان اشوف الحاجات الماجنتيك. الماجنتيك اللي هي ايه؟ الحاجات المغناطيسية. يبقى ايه يوز تو ايه ميجر ا ماجنتيك فيلد، بيستخدم علشان احدد حاجة اسمها ايه المجال المغناطيسي، ماشي؟ هو اسمها كده عشان بس ايه عشان ما افصلش كتير، هي اسمها ماجنتيك فيلد. ماجنتيك فيلد حاجه اسمها ايه المجال المغناطيسي، ماشي؟ طيب دي حاجه. الحاجه التانية فايند ميتال ايه اندر جراوند.
بيشوف الحاجات الايه المعدن، الحاجات المعدن اللي هي بتنجذب للايه المجال المغناطيسي، تمام. ودي بيكون شكلها زي ما شفناها في الصورة كده، تمام. ده لو ايه ماجنتوميتر، ماشي، بيحدد بايه ايه اللي تحت الارض من الحاجات الايه المعدن، تمام. يبقى ديت فيه يعني عندي دلوقتي نوعين من التولز، نوع اسمه above ground survey، ودي التولز بتستخدم فوق الارض اللي احنا قبل ما نوصل للايه لموضوع الايه الحفر اللي هو الاكسكافيشن. هما تلات ادوات، الساتلايت والدرونز والايه والجي بي اس، ماشي. طيب التولز اللي بتستخدم اندر جراوند هي ايه؟ جراوند بنتريتنج رادار والماجنيتو ايه ماجنيتوميتر، تمام. وبكده يا حبايبي يكون احنا خلصنا ليسون 1. ان شاء الله باذن الله تعالى نكمل مع بعضنا ليسون 2 في المره اللي جايه. بس ما تنسوش طبعا الايه تجاوبوا على الاختبار الموجود تحت ايه تحت في وصف الفيديو، تمام. اتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.